السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه مع هذا الوباء لو عندنا. ان شاء الله يرفع علينا الوباء. نصيحه صغيره، برك ردوا بالكم من روحكم، ما تسيو ما تخرجوش هذه الفتره. كثروا القرنفل، ولا مقعدوا على القرنفل، على النعناع، على ليتيزان، وان شاء الله ربي هو لطيف بينا. حبيت بك ندير لكم اليوم وصفه خفيفه مالغري ماشي وقته، مي واش نديرو، الحياة تسير. حبيت ندير كنافة، قلت والله غير نشاركها معكم. كنافة تاع هذوما، هذه رقيقة كاع تاع سورية، يعني تاع سوريين، كنافة سورية تكون رقيقة، على بالي لا بليبار تاعكم شافوها. راح نديرها بطريقة راح تكون خفيفة بنينة، ان شاء الله حتعجبكم. تبعوا برك خطوات. اول شيء راح ندير شربات قبل يطيب ونكملوا معنا، باسكو ما تديش وقت بزاف هاد الكنافه. راح ندير قلت لكم هنايا زوج سكر بوحده ما، راح يكون هذا السيرو اللي حنخدموه غابيد، راح دي مينوت ونطفي عليه مع قطعه تاع ليمون فقط وتكون يعني جاهزه ونطفو عليها ونروحوا نكملوا. اول شيء راح نجيب السكر، انا راح نكيل بهذا الكاس، انا ينسحق يعني شربت مشربات، مام الى بقى لي بليتو سيرو، مام الى بقى لي شويه معليش ما يعني نسحقوا. نتوما كيلو بواحد صغير دو بريفيرونس يعني ديروا هذا، على بالي مش حتدي كاع الكيلو، مي سا ديبو. دونك نشوفوا واش غنستعملوا ثاني كنافه. هنا قلت لكم راح نديروا زوج بواحد، المهم هذا هو العبر تاع الشربات تاعنا، راح يكون سكر بواحد ما، يعني سيرو غابيد، ما حاش نديرو كيما كنا نديرو زوج بزوج زوج ما بزوج ويغلي بزاف ولا لا لا، هذا راح يكون سريع. هكذا زوج سكر بواحد ما، هكذا بواحد ما، قطعة ليمون وهنحطوه على النار، قسمه نخلوه على النار قاويه، قسمه يغلي نقصلو شويه نحسبلو 10 مينوت ونطفو عليه. هذا بالنسبه للشربات. نجيو دوكا للكنافه تاعنا، القطايف تاعنا حنا مزيان نقولهم قطايف بصح يجو رقاق، هادوما لا يتباعو. راح نستعمل انا هذا الباكي الصغير اللي فيه 300 غرام، راح ندير معاه 3 مغارف تاع سمن دو بريفيرونس، سمن اي سمن عندكم، سمن طبيعي، سمن تاع اللي عندنا يتباع يعني في لي سوبيغات، اي سمن، المهم ايفيتي واش زبده، اللي ما عندوش يدير زبده. زبده نعرفوا بلي فيها نسبه من الحليب، نسبه من يعني السمن في هذه الوصفه يكون احسن، بصح الا ما كاش ماشي مشكل، ولا ديروا ميلونج الا ما عندكمش. راح نجي انا هاد الكنافه تاعي الخضره ان شاء الله راح نديرها بالجبن، راح اخترت هاد الموتزاريلا، هما يديروها بانواع جبن هنا ماشي متواجدين بزاف، جبن عكاوي، جبن عندهم يعني انواع من الجبن. انا راح ندير موتزاريلا، واللي ما يقدرش ولا عنده شويه مكسرات يقدر في بلاصه اللي حندير انا الموتزاريلا يدير في الوسط مكسرات. راح نقول لكم على الطريقه كيفاش. راح نستعمل ملون، انا الملون برتقالي، وهذا ماشي ضروري، هذه مجرد انه يعطيها لون شباب اللي نشوفوه دائما، مام اللي نشوفوه في المطاعم في الكنافه التركيه، ولا تشوف في كولور شابه راح تكون من هذا الملون. اللي ما عندوش نورمال باسكو ديجا كي نديروها في يعني كي تطيب وكاع تمد لون ديجا. هذا واش راح نسحق، راح نسحق مغرفة سكر غلاس برك. انا حنبداو اولا شي هاد الكنافه راح اللي عنده روبو يفتتها حتى تولي كي دقيق، ولا يقطعها بموس رقيق، بموس يعني يقطعها سورتو الا كانت فريجيدير هكا حتعاونكم باش تولي رقيقه. انا درك نقول لكم كيفاش. انا هنايا قلت لكم رقيتها حتى يولي هذا هو شكلها هكا، يعني تجي رقيقه. تقدروا غير بالموس وديروها، انا اليوم حبيت نستعمل غابيدمون الروبو هكا هاك. انا راح نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو باش نكملوا الخطوات هكا. انا هنا الكنافه تاعي انا رحيتها، ها شكلها كيفاش يولي.
راح نديرها من غير فاتح السكر ناعم، نحط هذو الكوتي. راح نجيب السمن، قلنا 3 مغارف سمن، هنا 3 مغارف سمن مغرفة ونص راح نديرهم هنايا، نحطهم يدوبوا مغرفة وقريب نص، راح نديرهم شوية ملون ونحطهم في ميكروند ولا شوية ندوبهم يعني. راح نديرهم في ميكروند باش نحطهم فوق الكنافة، ومغرفة ونص الاخرين راح نديبهم نحطهم ديريكت في السنيوة تاعنا اللي راح نديرها. باغدون تجيب مغرفة هنايا، مغرفة ونص راح نحطهم في السنيوة تاعنا ديريكت هكذا. راح نسيي نوزعهم تخي بيان في السنيوة اللي راح نديرها. هنا راح نديرهم في الفوق، كاين اللي وين نديرها فوق ديريكت فوق كويزينيا ونقعد نحركها، لازم تقعدي قدامها. هنا السنيوة تاعنا جاهزة، ما تخلعكمش كمية السمن هكذا اللي لتحت باسكو لازم تكون هكا، مغرفة ونص مغرفة ونص يعني كاع 3 مغارف هكذا. هنا وجدت السنيوة تاعنا، نخليها نروح للكنافة، نجيب الكنافة تاعنا ها هي. راح نجيب لها كمية السمن اللي كنت ذوبته مع شوية كولورون، قلتكم كولورون مش شرط، راح يمد برك لون هكذا. وراح نسيي ندخل بيان السمن هذا في الكنافة تاعنا. هنا تقدروا تستعملوا يديكم باش شك جزء يتشمخ بيان هكذا حتى تحصلوا على كنافة متجانسة يعني فيها كاع السمن باش نقدروا نخدموا بها. انا هنايا درت 10 مينوت الشربات ديجا وطفيت عليه، دوك نوريه لكم. انا باغي نقول لكم سريعه، شالوا الفوق تاعكم باسكو دوك نبداو نديروها في السنيوه. ما تديش الا كنتو ديرتوها بمكسرات عندكم جوز ولا سيو ديروه خشن يعني ديروه في الروبو خشن شويه، وبلا ما تزيدوا له والو ديروه في فلاص. واش حندير انا جبن في الوسط، ديروا نتوما المكسرات تاعكم وديروا الطبقه الاخرى تاع الكنافه كيما راح نديروا. واذا عندكم تحبيتوها بالجبن تقدروا تستعملوها بالجبن، كاين حتى كاش نهار ان شاء الله نديروها بالقشطه، قشطه الكذابه هذيك قشطه الكاذبه يقولوا لها. ما فيهاش بزاف، فيها حليب ومايزينا وكميه قليله تاع زبده وجبن وتجي هايله ثاني لداخل. راح نديروها باذن الله الى تسنت لنا الفرصه هكذا. شوفوا شكلها كيفاش راح يكون، هذيك مغرفه ونص شوفوا كيفاش مدت لها بريق يعني. ها سي با لوش باين لكم في الكاميرا. هنا نروح نجيب سنيوتي نوري لكم الخطوات اللي لازم ديروها. انا الشربات تاعنا ها هو قلت لكم 10 مينوت طفوا عليه، ها هو طاب حطوه دو كوتي. نروح جبت السنيوه تاعنا اللي راح ندير فيها في الفرن، اللي راح ندير كنافه واجده جبن قطعته. هنا نحكم نص الكميه ونسيي نديرها في هذه السنيوه تاعنا. كاين برك حاجه لازم ديروها، كي ديروا نص الكميه اللي هنايا تضغطوا بيان، تضغطوا قد ما تقدروا يعني هكذا، سيو تضغطوا قد ما تقدروا قبل ما تحطوا سواء الجبن تاعكم ولا سواء المكسرات واش تحبوا. هنا نخلي لكم نتوما الاختيار هكذا، سيو تضغطوا مليح هكا. الا درتو كميه اكبر ديري سنوا اكبر، حبيتوها خشينه تجي بزاف ديروها السنيوة وتكون الكميه تاع الكنافه اكبر. انا ديت باكي صغير وريته لكم نتوما واش تحبوا. هنا سيو تضغطوا هنا مليح
هنا بعد ما تضغطوها بيان جيبوا كميه الجبن اللي عندكم. انا هنا ديت موتزاريلا وسيو حطوها بصح ما تلحقوش الاطراف، ديروها غير منا. كاين قشطه راح نديرها لكم من بعد تجي في بلاصه فرماج، تجي يعني اقتصاديه اكثر، راح يجي غير بالمايزينا والحليب، وتجي ثاني بنينه ونكهوها بالفانيلا وكاع. راح نديرها ان شاء الله على قريب. هاهي برك حبيت نعطيكم ملاحظه حبيبي تلك وتشوفوني سيو تابوني في الصفحه، عندهم اشكال كاين حباباتي في فيسبوك اللي بعثت لهم الرابط انه كي يجي يابوني ويكتب لهم يلفو 5 خي زعما باش ينسكريو يعاودوا يخرجوا كاع. لا لا انا يعني درت رابط ديجا، درت فيديو باش تقدروا تنسكريو بلا ما راح ننزلو لتحت ان شاء الله في صندوق الوصف باش تقدروا يعني تنسكريو. كاين غير واحد 3 نقاط الفوق تضغطوا عليهم وديروا اوفريغ افيك يوتيوب تخرج لكم تنسكريو. راح نخليه لكم تحت تفرجوه، ماشي غير اللي يعني يفيدكم كاع في حاجات اللي تحبوا تنسكريو وما تقدروش، ولا كتبوا ديريكت دخلوا في اليوتيوب وكتبوا راني دايره برك اسمي ام فارس علي. الا كتبتوا ام فارس علي تخرج لكم لاباج انسكريو ديريكت بلا ما بس عن طريق الفيسبوك راح تقول لكم لازم يعني لازم تفتحوا حساب جوجل واش سيبا كاين امور. هي لا لا سهله بزاف، راح نخلي لكم ماشي ليا برك مام اي باجه تحبوا ديروها وتجيكم واعره راح نخلي لكم يعني رابط لتحت هذا كنت شرحت فيه غير فماك غير في كي تكتب لكم هكاك. كاين 3 نقاط فوق الفيديو شاك اي فيديو تحبوا تدخلوا يعني كي تضغطوا عليهم يقول لك اوفريغ افيك يوتيوب، كي تفتحوا باليوتيوب تعاودوا تخرجوا تنسكريو نورمال حاجه غير فم يعني. هذا اذا حبيتوا تشرفونا ان شاء الله، اذا حبيتوا تشرفوا القناه تاعي ان شاء الله راح نديروا حوايج بزاف ملاح. هنا راني درت انا كميه الجبن اللي سمحوا لي يعني خرجت لكم شويه على الموضوع عطيتكم غير هذا الشرح البسيط. هنا درت الفرماج اللي عندي هكذا ما تلحقوش الطرف، ودوكا نكمل الكنافه اللي عندي انايا اللي خليت نص، وكيف كيف نفس الشيء راح نسيي نضغط بيان باش ومن بعد كي نقلبوها راح تجي متماسكه ومليحه باذن الله. ما تديش وقت، انا برك راني غير بالعقل باش نشرح لكم نعطيكم كاع الخطوات لله ان شاء الله. هكذا هكذا وراح نجي نضغط ضغطوا مليح، تقدروا مام تستعينوا بكاش صاشي نقي تحطوه ولا تبيسي صغير وتضغطوا، ولا تقدروا غير بيديكم هكا الاطراف كاع تضغطوهم هكا. انا الفوق راني شعلته حنحطها في النص ونخليها تحمر. كيفاش تعرفوها بلي طابت؟ دوك نقول لكم كيفاش تعرفوها بلي طابت. كي تشوفوا هنايا هاد الاطراف كاع راهم هنا لاصقين في السنيوه، كي تشوفوهم عاودوا تنحاو من السنيوه دناو شويه للهنا معناتها راهي طابت من تحت. شعلوا لها شويه من الفوق ولا اللي يقدر يقلبها، ولا شعلوا لها غير من الفوق باسكو ديجا تكون طابت ونجبدوه. ما تديش وقت بزاف، دوك نقول لكم انا شحال دات لي وقت بصح راني قلت لكم سا ديبون الفوق تاعكم. كي تشوفوا قلت لكم هنا الطرف تنحاو من الاطراف هذو ما تنحاو من السنيوه هنا ملاصقين معناتها راهي طابت من تحت. تزيدوا تشعلوا لها برك شويه من الفوق، ولا تقلبوها الا كنتو درتوها فوق الـ فوق الـ فوق الفرنو فوق كويزينيغ واكو دايناها فوق كويزينيغ واكو دورو هكا ومن بعد تيك تقلبوها الا درتوها في كاش مقله ولا كانت كونتيتي قليله ولا وقلبوها طيب الكوتي الاخر ماشي مشكل في طيابها يعني تفيقوا لها بلي طابت. انا هنا سيبون نزيد نضغطها برك شويه نكمل شويه ونحطها في الفرن ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا الكنافه تاعنا هاي طابت دات لي واحد 10 مينوت من تحت حتى قلت لكم هاي تسيبارا من السنيوه. شعلت لها شويه من الفوق راح نقلبها معكم. القطر تاعنا خليته القطر هو الشربات نقولوا له حنايا هنايا هما يقولوا القطر ولا السيغو سيغو هنايا راهو برد لازم يكون بارد. الكنافه سخونه راح نقلبها وندير لها لو سيغو تاعها الشربات تاعها
راح نجيب اسيت راهي سخونه شويه دو بريفيرونس نقلبها دوكا هنستعين طرشونه راه كلش اون ديريكت قدامكم يعني ربي يستر كيفاش حتخرج بسم الله انا قلبتها معكم اون ديريكت راح سخونه شويه نسيت نحي السنيوه تاعي بسم الله ان شاء الله يعني تكون سوا سوا ها هي الحمد لله يعني ها هاي الكنافه تاعنا واش راح ندير انا هنا راح نجيب سيرو اللي كان برد ونشربها بسم الله قلت لكم المره الجايه راح نديروها بالمكسرات ولا بالقشطه قشطه هي الاقتصاديه اكثر راح تكون غير بالمايزينا والحليب هكا نشربوا السيرو تاعنا خلو سيرو شويه دو كوتي كي تسربوا قدموها معاه راح تشرب سيرو تاعها كاع القطر تاعها اللي من الدول العربيه يفهمونا القطر تاعها ولا نقولوا له ها هي الشربات تاعها انا نخليها تشرب هنايا شويه اني مجهزت لها شويه مكسرات راح نقدمهم معها يعني من الفوق برك انا هنا عندي شويه فستق راح ندير لها شويه من الفوق خليها برك تشرب شويه ونكملوا كيف كيف هنا انا زينتها انايا بشويه فستق قلت لكم احنا في البلدان المشرق يقولوا لها كنافه سواء في فلسطين ولا تركيا ولا في العراق ولا في لبنان هنا في الجزائر ثاني نديروها نقولوها القطايف تكون برك شكلها مختلف نقدموها ثاني بطرق اخرى نحبوها في رمضان راح نقدموها بشيء احمر ولا هنا راح نقسم لكم شويه زينوها بوش تحبوا ماشي شرط حاجه معينه يعني انا برك هنا عندي شويه فستق قالي المكسرات كي تحبوا قالكم هكا شويه ولا في العيد ولا ديرهم في كونجيلاتور تحتفظوا بهم وتجبدوهم راح يكونوا خير يعني تحتفظوا بهم خير في المجمده يعني كونجيلاتور راح نقسم لكم مورسو مازالت سخونه مي نسي نحي لكم المورسو ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بسم الله الشربات هنا ما شربتليش بيها مازال مي راحه بسم الله ها هي عندي امتي مغسو ونخليها تشرب غير باش نوريه لكم هني نقسم بشويه هكذا تقدموا ديروا معها شربات تقدموه معها دو كوتي ها هو الجبن تاعنا هاي كيفاش راح تكون نزيد لها شويه قطر نقدمها اليوم مع شاي احمر عنده ثاني فايده ولا لاتاي تاعنا خضر تانيك مع النعناع نقدمها لكم في لافا ان شاء الله الكنافه تاعنا ها هي وجده ولا قطايف على طريقه يعني التركيه ولا السوريه جيسبر تعجبكم الفرماج ما نقولكمش راهو يشهي او يذوب وحده انا مازالها سخونه حنشربها مع الشاي اليوم حنشرب تي روج عنده ثاني فايده نقول لكم جربوها ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتصابونيو في لاشين تاعي قلت لكم اذا لقيتوا اشكال حنخلي لكم رابط باش تعرفوا باش تقدروا يعني تابوني وجيسبر دعمونا ونقدر نمد لكم واش نعرف كاع وشكرا يعطيكم الصحة وبصحتكم وان شاء الله نتمنى لكم الصحة والعافية هذه الفترة اللي يجوز علينا يا رب ان شاء الله ما نسمعش سوء على اي مسلم بربي ان شاء الله